صفة تدخل الحرب العالمية الثالثة. طبعا ما يعرف ان هي صفة، هي يوتيوبر عندها تقريبا 200 مليون 250 الف مشترك. طبعا هي كان عندها مشكلة سابقة مع جواني، كان معها زوجها اللي هو اسمه خالد، ولكن هذه القصة انحلت. ولكن تقريبا من حوالي ساعة بسنة نزلت هذا الستوري اللي كان في هذه الصورة اللي كانت صفة جالسة ترد فيه على جواني، وحطت المقطع حقها وكانت في ترد على جواني. فوراها جواني رد على صفة. طبعا حاليا راح احط لكم رد صفة، بعدين احط لكم رد جواني. بالصدفة كنت أنا عم شوف امبارح واليوم، وشفت القصة اللي عم تصير مع البنوت بيسان، وبصراحة كتير كتير اتضايقت، ومثل ما بنقول نحنا يعني غلي الدم فيه، إنه كتير كتير شي مزعج اللي عم بيصير معه، لأنه ما بتستحق هذا الشي. والشخص يلي ما رح أذكر اسمه، ما رح أذكر اسمه لأنه إنسان أقل من أنه ينذكر اسمه، يلي عم يتنمر على البنت، عم يتنمر على بيسان. أنا يمكن أكتر حدا بيعرف شو هي عم تحس هلأ وبشو عم تمر، لأنه هذا نفس الشخص عمل فينا نفس الشيء أنا وخالد إمتى كنا من سنتين. سو نفس الشيء، يعني مثل اللزقة، وإنسان ما عنده شيء إلا بيحكي بالشرف. يعني أنا ما فهمت في إنسان هالقد بيحكي بالشرف إلا إذا ما عنده شرف، مو مخلي شيء وبيطلع، يعني بيترك ابن بلده بينطل لابن بلده الثاني. يعني أنا اللي بدي أفهمه، معقول في هيك ناس بهالتفكير؟ معقول يعني ما خلص وقتها دبقنا وعلقنا وما قدرنا نرد عليه لسببين؟ أول شيء لأنه نحن مو من نفس المستوى، وثاني شيء استحينا انه ابن البلد انه نفرجي في ناس مثله من بلدنا. ما حكينا شيء، ما كان يحل عنا، ما حل عنا لوقت يعني انفصلنا، وقت صار التهى بشيء تاني. سو هلا لقى هالبنت يلي فعلا تالنتد، بنت مثل القمر ما شاء الله حولها. انا اصلا زعلت اول شيء انت كنت عرفت انه أصلاً بيقدر يحكي كلمة. طيب أنت شو بدك فيه للبنت؟ بنت ما في عمرها هالعمر، أنت الشاب طويل عريض، أنه شغلي شوي مخك، عيب عليك تحكي بأعراض الناس. وأنا والله العظيم أنا يعني بتعرفوني ما بحكي ولا بأي موضوع، لأنه ما بحب أتدخل وعايشة بالكوكب تبعي. بس أنا اللي قهرني أنه أنا مريت بهالشي وما حكيت، لأنه عقلي أكبر وأوعى ما قدرت اني انزل لهالمستوى. بس انا مقهورة قديش عم بيصير في تنمر عن طريقه لهالبنت يلي ما بتستاهل الا كل خير، وما بتستاهل انه الا نكون فخورين فيها. سو كتير كتير انفعلت، ومشان هيك حبيت اني نزل لايف، لانه يمكن امحي وهيك، يعني ما حتى شلون بدي اقولكم، ما بيستاهل الواحد يصور له فيديو ويحكي عنه. يعني ما بيستاهل انسان للأسف، يعني انا متأكدة نظرته بنفسه دون المستوى، يعني فعلا عالي على المجتمع. I'm so sorry، يعني مستحيل كنت فكر بحياتي اني احكي عن اي شخص هيك، لانه كل انسان ممكن يتحسن ويتغير ويطور من حاله. يا اخي طيب اهلك ما ربوك مو مشكلة، اوكي اهلك يمكن الله يعينهم عليك، بس انت ما عندك مخ، ما عندك ضمير يا اخي؟ بدك تجيب بنت بعدين، عيب لسه عم تحكي بالشرف؟ شو قصتك؟ شو مشكلتك انت والشرف؟ يعني والله العظيم يعني ما حدا بيحكي بهيك مواضيع الا يلي فائد هذا الشيء. فبليز يعني راجع نفسك، حاول تفكر شو حياتك انت، شو ليش انت موجود بهالدنيا كلها؟ لسه بتعمل مشاكل من قرن لقرن، ولسه بتطلع على ظهر الناس؟ خلصنا بقى، يعني حرام. اذا انت عندك موهبه استغلها بشيء تاني، مو لسه كل ما هي بنزل له غنية عن الناس والعالم. والله لازم مصيبه نزل غنية عني، ما امنا من ارضه. يعني انه خلص الواحد ما برد عليه قد ايه بدك، هلا مع انه هو حياته فاضيه، يعني حتى مستلمه للبنت وعم بينزل عليها اغاني وعم يعملها ويساوي لها. بس انه فيك تكون حدا نحن بنفتخر فيه، فيك تكون من ابن بلدنا يلي بنرفع راسنا فيه، بنقول والله موهوب، بيضحك الناس، بيعمل، انت مو مخلي حدا محاكي عليه؟ العالم
والله عيب، وخصوصي مع بنت مثله مثل القمر ما شاء الله حوله، مو كشكل كموهبة كأفريثينج، وحتى كشكل وكل شيء، بس قصدي نحن ما عم نحكي إنه لأنها حلوة حل عنا، لا، لأن بنوت أول طلعتها بدها دعم منا نحن ندعمها، بتقوم تطلع أنت وبتحكي عليها هالحكي هاد لك، يعني الله يعين أهلك عليك. لك ما بدي أقول لك، يعني امتى الواحد بيقول انه يلي بيحكي عن الشرف هو ما عنده شرف، انا ما عم بحكي عن اهلك، لانه اهلك الله يعينهم عندهم ولد مثلك. يعني انت عم بحكي عن شرفك، انت بتحكي انت على شرف الناس، بيكون انت ما عندك شرف انت كالشخص هذا. ف رجاء 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 اتركها للبنت. انا بعرف بعرف كيف الواحد بمر بهيك ظرف، امتى حدا عم يتنمر عليه مثلك، فانا هذه اللي قهرني، هذه اللي حسسني انه وقتها كان بدي الناس توقف معي، يوتيوبر تانيين يوقفوا معي ويقولوا انه هذا الانسان هيك. فانا مشان هيك عم حاول اني ساعد، بس بنفس الوقت بعرف العلقة معك علقة وسخة، عرفت؟ فبتمنى انك تقدر تغير نظرتنا فيك وتكون بني آدم طبيعي. بالعكس نتمنى ندعمك، نتمنى نفتخر فيك، بس بهالتصرفات وبهالقلة الأدب هاي عم تخلينا نستحي، بتخلينا أنه ما عم نعرف نحكي نفضحه للزلمة ولا نسكت. يعني والله عيب، عن جد عيب. معقول كل السوشيال ميديا ما قدرت تعمل منا شيء، ما قدرت تطلع منا شيء غير هالموضوع؟ سو بغض النظر، في ناس عم بيقولوا لي صفا يمكن ما بتعرفي شو القصة، بغض النظر شو ما كانت القصة فيك تحلها بينك وبينها. شبابي مثل ما بتعرفوا ان اليوم في عنا فيديو بيحكي عن هروب جواني من المانيا، يا لطيف. مشان هيك حبايبي استنوا القصة كاملة على قناة اليوتيوب. هاي واحد. اثنين، للناس اللي عم تحشر راسها، انا بعرف الرخيصة الكبيرة اما للطفلة قاعدة عم تحكي معه دخلوا الله يخليكم ما في رجال يدافع، بتعرفوا اساليبها هي مع التعاطف، حشرت راسها وهي مشاكلي مع القديمة انتهت من زمان وكل شيء. مشان هيك يا صفصوفي نصيحة خليكي بحالك، لأنه أنت طفيتي تمام؟ صفصوفي العيال يكون صفصوفي. مهم يا جماعة، انتهت مشكلتي من زمان معك، مشان هيك لا تحشري راسك بالنص. إذا هي قالت لك طلعي احكي لأدعم لك قناتك عندي على ستوري، لأنه أنت طفيتي عم تنشري فيديو قبل أسبوع عليه 30,000 مشاهدة، لا تحشري راسك نصيحة والله العظيم. لأنه بقول لك يا أنا ما حكيت بشرف حدا ولا جبت بشرف حدا، أنا عم رد على الحكي اللي حكوهن علي، عم رد بس على الحكي اللي طلع علي للشخص الواطي اللي طلع حكي على أختي وعلى شرفي وعلى فريقي، وطلع صار يجرح بالكلام والساعة وراه عم تلعب كل ده، كل نص ساعة يطلع يأخذ السيناريو من ورا الكاميرا ويرجع يحكي. طلعت أرد على هذا الحفوضة وأشكاله، طلعت أرد على الحكي اللي طلع علي، بس أنا ما فضحت لا شرف لحد الآن، ما فضحت الشيء اللي عندي ولا حكيت بالشرف لحد الآن، أنا شخص محترم كثير الشيء الخصوصي تمام. وفيديو اليوم راح يكون من عيال الثقيل، مش مثل يا جماعه هن ما بشوفوا غلط الناس الثانيين، مثل انا صفصوفي والله ما جبت سيرته باي ستوري ولا باي لايف، ومن سنتين اصلا مسكره وانتهت ليك، وهلا حكي اذا بطلع بحكي عليها كلمه بتطلع بتبكي وبتقول الناس ليش عم تحكي عليها، ما هي عم تحشر انفه المشاكل مثل هذيك.